السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو سأعرض عليكم بعض نتائج تطعيم الكرز على الكرز البرية لتشاهدون فقط. هذا التطعيم قمت به في شهر مارس 2022 وإلى شهر مارس 2024 إن شاء الله يصل إلى سنتين. لحد الآن لم يصل إلى سنتين، كما تشاهدون نسبة النمو الله يبارك. مع العلم نحن في الشهر الأخير لفصل الخريف، بعد 15 يوم إن شاء الله هذه الأشجار تدخل في مرحلة السكون. كما تشاهدون الله يبارك في هذا العام إن شاء الله تدخل في مرحلة الإنتاج، لأن هناك عناقيد ثمارية. شاهدوا إخواني معي نسبة الالتحام وصلت إلى 100%، الله يبارك. كما تشاهدون هناك هذا أيضا، كما تشاهدون الله يبارك، فقط لمتتبعي القناة هم الذين يطلبون النتائج. كما تشاهدون الأهم في التطعيم هو الحصول على النوعية المراد الحصول عليها، وأيضا النمو السريع للشجرة، عكس عندما نزرع من البذرة يتعدى 10 إلى 12 سنة، وهناك بعض الأشجار أكثر من 15 سنة لكي تثمر. أما التطعيم فيحتاج إلى 3 سنوات يبدأ في مرحلة الإثمار. كما تشاهدون الله يبارك منظر طبيعي جميل. لا تنسوا دائما الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. إن لديكم أسئلة أو استفسارات نحن هنا في الخدمة. نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.